طيب نروح على الأسئلة، يلا بينا يا عم وائل. محمد ال ايه؟ قولوا لنا يا جماعة الطنطاوي ده من عندنا من طنطا يعني. مساء الخير على كابتن شوبير وعلى المحترم والهادي كابتن هادي خشبة. كابتن هادي وحشنا جدا، نفسنا نشوفك دايما في قناة الأهلي. هل تتمنى العودة للعمل من جديد في الأهلي؟ وهل إيه رأيك في الإدارة الفنية للكرة في المباراة خاصة في الفترة الأخيرة؟ طبعا أتمنى العودة للنادي الأهلي، ده شيء طبيعي جدا. بالنسبة لكولر محتاج بس يعني المباراة اللي جاية دي إن شاء الله يكسبها والبطولة، وهتلاقي الدنيا ظبطت معاه بشكل كويس إن شاء الله. اللي بعده هبة سيد، تحياتي لحضرتك كابتن شوبير. سؤالي للكابتن هادي خشبة، رأيه إيه في أداء كولر مع الأهلي الفترة الأخيرة وقراراته الفنية مثل الاستعانة بطاهر في مركز المهاجم وأداء الأهلي مع كولر بشكل عام؟ هو قراره في طاهر قرار صائب، لأن طاهر بقاله فترة بيلعب في أماكن غريبة كده، وبيطلبوا منه واجبات دفاعية وهو مش قادر يعبر نفسه هجوميا، فما اتحط في حتته أنتج كويس. وأتصور بكرة ممكن يبدأ بيه. يبدأ بيه مهاجم ولا ناحية؟ يبدأ بيه مهاجم. يبدأ بيه مهاجم. طب وسام؟ هيقعد والله. أتصور. طب مين ياخد الطرف اليمين؟ هيبقى بيرسي تاو وحسين الشحات. بيرسي تاو برضو؟ طيب ماشي. في نص الملعب، في نص الملعب امام عاشور و... وعندنا مروان واكرم. مروان لا، اكرم باك رايت. باك رايت، باك رايت، لان الحته دي عمر لسه مش قادر يملاها بشكل كويس. طيب يعني انت عايز امام عاشور. عطيه وامام عاشور، فاضل واحد. في قفشه، في كوكا. كوكا ماشي. طيب اللي بعد هبه احمد لبداني، صح كده؟ لبداني. طيب ابن بلدي اسيوط، تحياتي الخلوق هادي خشبه. سؤال، اين نصف ملعب الاهلي ومين يقدر الان يسد في خط النص الدفاع بعد ديانج؟ زعلت ان ديانج مشي. ديانج مشي متاخر. مشي متاخر. انا زعلت على حمدي فتحي اللي مشي. على حمدي. طب ديانج مشي متاخر ايه يعني؟ ما كانش، لا يعني انا قصدي ايه، ان ديانج مشي كنت اتمنى انه يمشي في عزه. والله انت شايف انه كان مستواه انخفض؟ يعني ابتدى يقل شويه. يقل شويه. وحمدي فتحي كان هو بقى اللي مكمل فوق. فهو صمم على الاحتراف. صمم، لكن كنت اتمنى ان حمدي اللي يكمل، كان هيقدر يسد مع مروان الحته دي. طيب اللي بعديه عمرو الدالي، مساء الخير يا كابتن هادي، مساء الخير يا كابتن شوبير. عايز اسال حضراتكم سؤال، كابتن هادي انت فين دلوقتي من التدريب او الاداره، وايه اللي محتاجه الاهلي للعوده للتالق مره اخرى؟ يعني انا يعني ما فيش حاجه معينه دلوقتي بالنسبه لي في التدريب، لان انا بعيد عن التدريب، لكن الاداره دي شغلتي اصلا. اما بالنسبه بقى الاهلي محتاج ايه عشان يعود للتالق؟ انت قلت يكسب بكره. يكسب بكره هيتحط على الطريق، والجمهور ما شاء الله ان شاء الله يساند الاهلي بكره بإذن الله. بشكل كبير جدا طبعا، ده مش مختلفين عليه. احمد مصطفى الوجيه، السلام عليكم كابتن شوبير، احب اسال كابتن هادي متى ستخوض انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي؟ سؤال حلو، يا رب نشوف حضرتك في مجلس الاداره القادم او في اي منصب داخل النادي الاهلي. هل بتفكر في انتخابات الاهلي؟ هفكر في حاله واحده بس. لو النادي الاهلي هو اللي طلبني. طلبني يعني قالوا لي ان احنا محتاجينك معانا في قايمه تدخل تمثل الجمعيه العموميه. الحاله الوحيده. لكن انا لوحدي كده لا طبعا. مفيش. طيب جمال احمد عبد العال، تحياتي يا كابتن شوبير ليك ولضيفك العزيز والغالي على قلوب كل اهلاوي. احب اقول لكل من لا يعرف الكابتن هادي، احب اقول له كابتن هادي كان بيلعب مركز 4 ومركز 6 ومركز 8 قبل اختراع المسميات دي، كان ليبرو هايل وتفندر عالي قوي، كان بيكمل دايما لقدام وكان هداف وكان رقم واحد في ضربات الجزاء. حاليا صعب نلاقي كل الصفات دي في لعيب واحد. وكان كابتن شوبير بيقول انا لما يكون هادي معانا في الملعب كنت بطمن جدا. دي حقيقه. بشكر استاذ جمال طبعا وكل اللي سبقوه على الكلام الجميل اللي بيقولوه في حق يعني. تستاهل كل خير. هدى عبد الرحيم، تحياتي لحضرتك والكابتن هادي خشبه، اساله فينك من المستطيل الاخضر ورايك مين اللي هيفوز بالسوبر؟ ان شاء الله الاهلي اللي يفوز، وباذن الله يعني، ويفوز باذن الله بجداره ان شاء الله يعني. باذن الله. امير عادل عبد الرحيم، مساء الخير لحضرتك كابتن شوبير، مساء الخير على الخلوق المحترم الهادي هادي خشبه. سؤال للكابتن هادي، ايه هي خطه قصيره المدى والخطه طويله المدى للاهلي في الموسم الصعب ده وعندنا بطولتين دوليتين ان شاء الله؟ الاساس ان انت بعد ما تنزل انت ما عملتش فتره اعداد صحيحه. نعم. عملت فتره اعداد ضعيفه جدا. وفي نفس الوقت دخلت على بطولتين ورا بعض في توقيت صعب جدا. نعم. فكل ده محتاج ان هي نخلص منه. بعد كده الخطه بقى قصيره المدى او بعيده المدى بيحددها الجهاز الفني مع لجنه التخطيط، بحيث ان يبداوا يعملوا يبداوا موسم جديد. انا بعتبر دي يعني فتره انتقاليه يعني.
الماتشين دول، ماتش الزمالك خلاص بقينا نقول النهارده اه خلاص دخل، وماتش العين، شايف ان هم حاسمين في مشوار الاهلي السنه دي؟ معنويا 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 اه، لكن الاهلي هو محتاج يظبط بعض المراكز. نعم. التدعيم لبعض المراكز زي الباك ليفت مثلا. يعني يحيى عطيه الله لعيب كويس، علي معلول لسه مصاب. المركز ده محتاج تدعيم. لما علي يخف تفضل انه يكمل في النادي الاهلي؟ لو هو قادر انه يكمل طبعا يكمل. نعم. لعيب نموذج طبعا، نموذج. نعم. احمد سماره، مرحبا برجوعك كابتن هادي النادي الاهلي، عاوز اعرف ابنك يوسف بيلعب فين دلوقتي؟ كان لعيب كويس والله. ربنا يخليك، هو بطل كوره بقى. بطل كوره، بيشتغل بره دلوقتي. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله. اللي بعد، عبدو عثمان، حلقه خفيفه على القلب مع كابتن هادي خشبه المحترم بزياده. اشكرك جدا يا فندم. الحمد لله.